أكد الرئيس السيسي حرصه على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن. وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف من وراء القانون هو حماية الأسرة المصرية، لافتا لإطلاق حوار مجتمعي بهذا الشأن. فعلا احنا كلنا حريصين على أن قانون الأحوال الشخصية هيبقى قانون متوازن وموضوعي جدا جدا وبعيد النظر واسمحوا لي أقول لكم، أصل ما فيش حد ليه مصلحة إن احنا نعمل غير كده. يعني ما تفتكروش في البرلمان إن هيبقى مثلا الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن. احنا في النهاية هدفنا إن احنا نحمي الأسرة ونحمي الأبناء أو البنات اللي من الأسرة ديت. ده بس قاعدة عامة لازم تكونوا منتبهين لها، أو بأكدها لكم. ثم احنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان اطمنكم على ان الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس عايز اقول لكم على حاجه، كل صاحب قضيه هيبقى ليه وجهه نظر خاصه بيه هو حسب حالته. يعني النهارده لو انا عندي مشكله هتبنى، يعني صعب جدا ابقى موضوعي ومتوازن مع نفسي. صعب، مش هقول مستحيل، لكن صعب ان الانسان يبقى موضوعي ومتوازن في قضيه خاصه بيه، وبالتالي لما بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشده، ولو اي حاجه غير كده بيبقى استعداده لاستقبالها مش سهل.